أشير بأن باب الاستثمار مفتوح طبعا، وخاصة بالنسبة لبعض القطاعات التي كانت إلى الحين يمكن أن نقول بأنها كانت ممنوعة بشكل غير رسمي، ولكن الآن هي مفتوحة بشكل رسمي، وأدعو كل أصحاب الرساميل الخاصة إلى الولوج في هكذا استثمارات، خاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي والنقل البحري. فهناك ملفات وضعت على مستوى السيد وزير النقل، ونرجو من كل المستثمرين الذين يرغبون في الولوج إلى هذه الميادين أن يتقدموا بمشاريعهم، فهذه المجالات من الاستثمارات مفتوحة على مصراعيها لكل الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.